وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك شوق، وأهلا بالمشاهدين الكرام. قرب لي الكاميرا شوي، قرب الزوم، خلي نشوف اليوم ما شاء الله مذيعتنا شوق اليوم جاية ما شاء الله اليوم تبي تاخذ لقاءات مع المرضى، ونقول لكم أهلا وسهلا بكم في برنامج سلامات. معنا ضيفين بتشوفونهم بعد شوي، طبعا حيكون معنا إعلامي معروف وأيضا معنا فنان معروف، لكن خلينا نسولف مع شوق شوي ثم نعود مرة أخرى مع الضيوف. شوق أخبارك؟ الحمد لله. طيب وش تقولي للمشاهدين؟ احنا الآن في مركز النخبة الطبي ونزور المرضى، وش نقول المرضى؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. طيب إذا الحمد لله على السلامة وإن شاء الله ما تشوفون إلا كل خير وعافية، خلونا نشوف منهم ضيوفنا. مشوق إيش رأيك نروح نشوف ضيوفنا؟ يلا. إيه. طيب مشاهدي الكرام تعالوا معي، عطنا الكاميرا شوي نشوف ضيوفنا وصلوا الحين. ضيفنا السلام عليكم. بدينا الحين عليه تونا داخلين. سوي ترك اللي اخرنا والله. تركي شلونك؟ الله يطول عمرك. عساك طيب. طبعا في فرق بيني وبينك ما شاء الله تبارك الله. والله احسسني تركي وانا امشي بجنبك اني بزر. طبعا ضيفنا الاول الاستاذ الاعلامي تركي الدوسري، طبعا شفتوه في قناه الصحراء وقناه الدانا وما شاء الله وما خلى مكان ما شاء الله تبارك الله، واي حفل في قبيله ما شاء الله تلقاه موجود. نعم. زين. طبعا ضيفنا الثاني الفنان خالد منقاح، طبعا ما شاء الله تبارك الله يعني غني عن التعريف، يعني من يوم تسمع صوت الضحكه وصوت ال طبعا. طيب نقدر نتكلم عنه؟ اي ابد خذ راحتك. ابد خذ راحتك تركي، وعندك شيء بتقوله انت؟ والله شوف الاعلاميه ما يخلص كلامهم ابو مشاري، لكن انا ارحب اكيد بالفنان خالد منقاح واشكرك على برنامجك سلامات، يعني البرنامج الانساني اللي والله نفتخر فيه، ويعني يمكن هذه مش اول مره تقدم برنامج انساني ابو مشاري، ونتشرف الدعوه هذه الكريمه، ويا رب ان شاء الله نسعد المرضى اللي راح ان شاء الله نقوم بزيارتهم ان شاء الله. وبرضه الاستاذ خالد برضه له مواقف انسانيه ومن الناس اللي نفتخر فيه كثير يعني. طيب خالد منقاح طبعاً أبو أحمد، قبل ما نصور يعني كان موقف طريف، احتر الشاي راح حطه في الثلاجة. يا أخوي الشاي طول وحار حار، أنا قلت بحطه في الفليفر. المشكلة هو اللي مأخرنا ترى. ها؟ لا لا اللي أخرنا بدري زحمة الرياض. وما أدراك ما زحمة الرياض. نطلع الكواليس ولا؟ لا خلها بعدين. طيب بعد المشاهد الكرام نروح نشوف حالات المرضى. يلا خلوكم معنا فاصل ثم نعود لكم مرة أخرى. بس اشوف طربان ابو الشباب والله حزين. وين طربان تفكر في شيء؟ لا والله بالعكس، بس الواحد لما يشوف هالمرضى اذا يقول الحمد لله على العافيه. صدق صدق في حاجه حلوه صارت قبل شويه، الرجال اللي قلنا له تزوج الثالثه جانا قال حاول تشيلون المقطع اللي قلته. الرجال ترى رجع في كلامه يعني. اي خاف خاف حس جاي اتصال او شيء او بدا يخاف ويتشف قالت تكفى قام حب حب قام حب براسي تو. لا خلاص ما نبي سجلناه ما عاد فيه. اي والله يرضى مخرجنا بس الحين موجود. طيب يلا يلا صار يلا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. سكروا سلامات سلامات ما تشوف شر. تعال منا تركي. اجر وعافيه ما تشوف شر ان شاء الله. سلامات والله سلامات. ايش عندك؟ الف سلامه. أول شيء نتعرف على اسمك. مسعود بن تركي اليامي. ونعم الله يسلمك. وعليكم السلام. الله يسلمك. نجران ها؟ ونعم الله فيك. سلامتك. أجر وعافية. سلامات. شو اللي صار معك؟ والله هي عملية في الظهر الحمد لله على السلامة، قد تمت بالنجاح الحمد لله على السلامة. ما تشوف شر ان شاء الله. تسمح لي اجلس عندك ولا؟ اي ترى انا اهل طويله ترى ما انا ب والله جدي تركي اليامي. اي بس خلينا نشوف الشباب مصورين اذا كان ضبط معاهم ولا اوكي كذا. طيب ما تشوف شر ان شاء الله من نجران ها؟ نجران. وش علومها نجران؟ جاكم مطر جاكم شيء ولا؟ والله اللي عند الله لذي الحين الحمد لله ان شاء الله ربي بيجيب الخير. طيب وش سبب الاصابه هذه؟ والله سببها طول العمر هي تجي تلقائيا ومستمره في العالم كلهم، ومشيت والمستوصف هذا كانوا يذكرونها الناس و يجونها، ومشيت اللي قبل امس من نجران تواجدت هنا البارح وسويت العمليه والحمد لله تطمن. لا والله على سيارتي الشخصيه خلاص. ما تشوف شر بس تعرف عن الله. حياك الله طال العمر. مشهر مشهر رشيد اليامي طبعا. مالك سعود الله يحفظك. جاي مرافق معك. اي نعم مرافق معك. كيف خدمه المرافقين هنا؟ لا جامل المستشفى ما لا والله ما جاملهم، ولكن صراحه المستشفى هذا يعني ما هو علشان احنا فيه، ولكن خدماتهم إنسانية قبل تكون تجارية صراحة يعني.
انجد. والحمد لله الدكتور اللي واجهنا طيب والخدمات هنا طيبه وجزاهم الله خير. احنا يعني لو ما بعد اعطينا فلوس ممكن احنا خلاص قد خلصنا الفلوس انجد، ولكن والله شيء يشكرون عليه صراحه يعني انجد. والحمد لله على كل حال المستشفيات طيبه والله الحمد، وهذا يعني مذكور لنا وجايين على يعني ذكرها الطيب انجد. شكرا باخذ لقاء معنا يلا بابا شكرا يلا بالعكس يلا الله يسلمك الله يسلمك يا شوق. تقول بعطيك هديه يلا مره واحده، هذه هديه مقدمه الله يعطيك. وش تقولي له؟ الحمد لله على السلامه، ما تشوف شر ان شاء الله. قولي ما تشوف شر. ايش بشر الله يطول عمرك ان شاء الله. ايش قومش وبشر عن صحتك الحين احسن ان شاء الله. الحمد لله الله يجمع لك بين الاجر والعافيه. تبي تقول شيء للمشاهدين او تبي مع ضيف يبارك العروس او تطلع من هنا انت متزوج ولا لا؟ والله باقي ان شاء الله الصيفيه ان شاء الله وتحضرون الزواج انتم شيء مع بعض وارتاح. باخذها بشرط اذا حضرت الزواج باخذ ثنتين. انا موافق على ثلاث اربع حياتي في نجران ابد، وان اهل الوادي وادي الدواسه قريب منكم يعني. يا مرحبا هذه القرايه قريبين. يا مرحبا على النبي ان شاء الله. يا مرحبا ان شاء الله. الف مبروك وتطلع ان شاء الله بالسلامه. الله يبارك في ايامكم. الله يبارك في ايامكم ومشكورين. الله يطول عمرك ان شاء الله بالطلوع. والله اقوم باكر ان شاء الله. ان شاء الله تطلع ان شاء الله قدامك للعافيه. وياك ان شاء الله. ان شاء الله بدي اعرف مدير المستشفى اذا تبي توسط لك يطلعك قبلها بيوم ولا شيء ولا ولا يرجع العمليه زي ما كانت. شوف يعني برجع رجع العمليه زي ما كانت، اللي التعب وكل شيء بيرجعه. لا واحد زود الحماس. بصراحه شعورك انت قبل ما تدخل غرفه العمليات، خايف من البنج ولا ما خفت؟ لا والله ما خفت. ولا بنج موضعي؟ ما موضعي غير ما خفت، ولا توقعت اني بطلع الحمد لله بهذه الصحه، لان كان كلام الناس واجد يقولون بتاثر وكذا هذا بلانا نسمع من كلام الناس. وصراحه جدا غير اللي اقول، اذا واحد يبي له شيء لا يعلم الناس كلهم، يدخل موضوع وجد ويواصل فيه ويطلع ان شاء الله. عاد تصدق على كلام الناس زين، يعلمني واحد قبل كم من يوم يقول في واحد يشتكي في دود في بطنه. فعلا صحيح اشتكى دود بطنه. جاء واحد قال عندي لك شيء يقضي على الدود، والرجال صدق قال اشرب شوي بنزين مع مويه. والله العظيم يا جماعه شرب بنزين فعلا قتل الدود، لكن سوت له في الكبد فعلا. يعني هذا مشكلتنا احنا، اذا صرنا نسمع من الناس ونسمع منه فعلا. الرجال عرفه وزرع كبده الحين من جديد عشان بس شرب شوي بنزين. ترى خالد عنده يعني حاجات، لو شرب ديزل اخف الديزل. عندك طب شعبي؟ لا الديزل اخف، لو شرب ديزل كان يمشي، ولو خلى نفسه شغال ما يسخن. نبي شخصيه علي، خلي يقلدها الحين. لبي يا ابف لح الله يخرجنا لح. ما قدامك الا العافيه. الله يعطيك العافيه. يلا ان شاء الله نشوفك ان شاء الله. لازم ندعب المرضى ان شاء الله. يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه. شكرا لك. الله يخليك. الله يسعدك ان شاء الله. الله يبارك فيك. يلا عسى خطيبه كلمتك. لا باقي افا طلق اجل متخوبه. ايش رايك خرب بيوت؟ لا لا دعافه دعافه تعين على الخير. يلا ان شاء الله قدامك العافيه. الله يسعدك. طيب ابو احمد. هلا ابو. امتعتنا يا اخي، امتعتنا ما شاء الله والله يا جد. الله يسعدك يا شوق، كيف حالك؟ طيب خليك قدام الكاميرا. خليش انا ابوش. ايش تبغى من ابوش؟ انا احلى من ابوش. ترى باقي فيه مرضى، واذا بتسولف مع ابو احمد ما راح نخلص يعني. هذا هو عشان يعرفون ابو احمد عطلنا. يلا طيب نروح لمريض ثاني ونزور زياره ثانيه. افلحوا. ابو احمد مؤثر، لكن يبغى تركي دور تمثيل انت ابو احمد. امثل مع ابو احمد يعني؟ والله ممكن تضبط يعني، بس انا ما اعتقد ان عندي ذيك الموهبه الغايه. ممكن لا بالعكس يعني. والله تركي يصلح فارس وكذا، وبيتزوج قيس وليلى وزي كذا. تركي ايام المسلسلات التاريخيه وهذه. اي والله تركي يحيى كذا على الهواء. ايه والله العظيم يذكر تركي قسم بالله ما طلعنا راح تذكر تركي. ايه كان كل شوي طابين علينا ناس. اي طبعا شعبيه ما شاء الله تبارك الله يسلمك. لا بالعكس يعني ما شاء الله وجود الاستاذ خالد ووجود مشكله اليوم اثنين خالد الله يعيني يعني انا تركي الوحيد يومين من قحي. طيب. بس يعني قبل انا اعتقد ان خلصنا زيارات المرضى. نقول ان شاء الله يقوم بالسلامه ان شاء الله، ونشكرك على برنامجك الجميل الانساني برنامج سلامات، ونشكرك على الدعوه اللي انت وجهتها لنا، ويا رب ان شاء الله نكون ادخلنا السرور ان شاء الله في قلب ان شاء الله المرضى اللي زرناهم اليوم. واقول لك شكرا ايضا لانك
يمكن لنا شهر ما قابلت ابو احمد واليوم شفناه في المستشفى وباذن الله يعني تجمعنا ان شاء الله الفرص السعيده باذن الله. ابو احمد توعد ان شاء الله تستضيف عندكم هذا. اي اكيد يعني هو شرفني والله بالعكس شرف لي والله الله يخليك. صار لك موقف محرج كذا وانت في برامجك على الهواء شيء؟ والله موقف محرج يعني اذكر مره يعني طلعنا على الهواء وكنا ما ندري اننا على الهواء يعني فكنت اسولف يعني تعرف انا والزميل عبد الله السعدي نعم فكنا نضحك ونسولف وكذا ففي الاخير قال المخرج ترى انتم على الهواء يعني اوف اي والله يمكن اخذنا اشخر لل فاخذ يمكن حوالي دقيقتين تقريبا ف طلعنا على الهواء يعني فيمكن هذه المواقف اللي تصير يعني في المحرج يمكن على ال والله كل حياتي محرجة يعطيك العافية والله أستاذ خالد أنت وأخوي تركي وفرحان والله أني اجتمعنا في هاليوم الجميل وزيارة هالمرضى ولنا إن شاء الله الأجر إن شاء الله لكم أنتوا اللي ساعدتونا أنا وأخوي تركي بالعكس نتمنى أن نزور دائما تواصل دار الأيتام ذي الاحتياجات الخاصة وشرف لنا والله العظيم. طيب إذا مشاهدي الكرام قرب لي الزوم شوي عطنا الزوم نبغى هالضحكة الحلوة تطلع الحين ابتسم شيز انا اقول لك شوف هالضحكة الحلوة هذه قرب ومعنا ترى مصور فوتوغرافي يعني يقدر ياخذ انا ودي انه يدخل معنا بس تعال لقطة بدون كلام لا نبيك لقطة بس هذا يعني نجي طيب. خلف الكواليس وش رايك يعني. اللي في يعني صراحة تعب معنا ما يعني ولي نسق لنا بس هو خلف الكواليس عبد الله العمري تفضل لا ما يبون يعثروا على طلبتك تكفى ترى تكفى لا لا شوف انا نحترم أرام لكن بقول لك حاجه واحده والله ان نشكر الاخوان القائمين في المستشفى لان حتى دائما الاعلاميين ترى مزعجين في المستشفيات يعني انا اعتقد انه يعني سببنا له خاصه في الاستقبال وكذا لكن انا احب نشكر الزملاء المصورين ومخرجنا الجميل والله يعطيكم العافيه واختم قبل ننطرد من المستشفى شوف مخرجه وين متربي طبعا جالس ورا في الميدان لكن صادته الكاميرا الحين ودي انا اقول لكم يعني اعطيكم ما في قلبي من شكر وتقدير الله يعطيك العافيه واجبنا ودخلت في زحمه الرياض وزحمه وتركي كلمني انا بزحمه خريص جايكم في الطريق وبعدين يقول عجل وراي سفر اي والله وراي سفر ان شاء الله تعالى الله يكتب لنا الاجر امين يا الله يخليك فرصه سعيده وانا اسعد والله يفلح يلا لا الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم وهذه هديه لشو هديه لشو طيب شوكس بتقولي لهم ايش تقول لتركي وابو احمد؟ ايش تقول لهم؟ قولي باي باي مع السلامة. باي باي مع السلامة. إذا أشكركم أخوي تركي أشكركم أخوي خالد بيض الله وجهكم أيضا الحلقة الثانية لكن تركي توعدني إن شاء الله تكون معي. باي باي مع السلامة. الله يخليك بيض الله. طبعا كل الشكر والتقدير لجميع من ساهم معنا في نجاح هذا العمل مركز الإخفاء الطبي شكرا للأستاذ عبد الله العمري شكرا لأخونا مخرجنا عبد الرحمن باوزير أيضا طبعا المتغبي وراء الكاميرات شكرا لأخونا رشيد موجود الشارق اللي معنا الحين خلف الكادر شكرا للأستاذ رامي اللي كان متواجد معنا رامي يدخل معي في الدف دقيقة بس طيب اذا كلهم مشغولين خلف الكواليس لكن نشكرهم يعطيهم العافيه الصف كامل المتواجد في مركز النخبه الطبي شكرا مصور عمار شكرا مصور عبد الوهاب جميع الطاقم العاملين شكرا لكم انتم زين ويعطيكم الف عافيه تركي يقول تستاهلون وانتم بعد ايضا مشاهدي الكرام تستاهلون شكرا لشوق يعطيك العافيه شوق شكرا لك كل شكرا شكرا طيب نلقاكم ان شاء الله في حلقه قادمه تقبلوا تحيات محدثكم خالد اليمني فما الله